كلمة لداود. الله يبارك فيك، واهلا وسهلا ضيوفنا الكرام، ونهني للعريس ابن داود محمود، ونحيي الشباب الجميع، كل من شرفنا. يا ميت اهلا وسهلا. السلام عليكم، مرحبا ضيوف الكرام، اهلا وسهلا بالجميع، نهني العريس داود محمود، ونهني والده ابو زهاب ابنه، ويجعل الف مبروك ان شاء الله عقبال بقيه الشباب العزبيه جميعا. واهلا وسهلا ابو علي ضيفنا من الضفه، وعمي ابو هيثم نصيبنا حيا الله. اهلا وسهلا بالضيوف جميعا، وتشرفتونا يا حيا. كلمه للعريس. الف الف مبروك عقبال اولادك يا ابو معين. الله يسلمك. يوفقك يا عمي وينجحك ويبارك فيك، والله يجعله ألف مبروك، والله يوفقك. ألف مبروك للعريس داود، إن شاء الله يا رب نفرح في أولادك وجيت الدهر إن شاء الله. ألف مبروك يا عريس. من العريس حبيبي خالي، إن شاء الله يكون جواز هني وتسعد أنت وبركتك بعون الله، ونشوف أحفادك على خير وعقبال عند إخوانك. مبارك يا خالي. حبيبي يا خالي. كلمة للعريس. السلام عليكم، احنا جينا مستضار من القدس نهني ونشارك اخونا وحبيبنا وابن عمنا نسيبنا محمود فرح ابن داود، ان شاء الله تعمل خير، الله يوفقك ويجيب المحبة عقبال عند العزبية ان شاء الله تعالى، تعمل خير يا محمود يا غالي. ألف مبروك. الله يبارك فيك. كلمة للعريس. ألف مبروك. ألف مبروك يا دوس بالغالي، إن شاء الله غرفة والبنين إن شاء الله. كلمة للعريس. يا ريت ألف مبروك أبو، وإن شاء الله يقبل الذرية الصالحة. وإحنا ونحيي كمان أخونا العزيز سيدنا الغالي ماجد الغالي، حبيبنا الاخ لؤي جوابري، واهله واخوانه المحترمين كلهم، حييه واهله وسهلا فيه وفي اهله في بيتنا في عرسنا، وهذا عرسهم مش عرسنا، عرس الجميع. حياك الله اهلين ابو معين. حياك الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الف مبروك يا خالد. تحكي كلمة العريس محمد. الله يهنيه وإن شاء الله الله يبارك له. قول له أهني العريس. أهني العريس إن شاء الله. ألف مبروك. تعال. أهني عريس الغالي جميل عبادك فرحه مبروك. ألف مبروك. العريس. عم الغالي الله يهنيه وألف مبروك. الله يبارك فيك. شو بتحكي للكلمة للعريس؟ ألف 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 مبروك العريس إن شاء الله. أشوفك عريس جديد يا رب. يا رب بيت ورد مبروك يا داود أخونا الغالي، تمام بخير يا ربي، الله فرحتنا فرحتين، أم أبو داود والشباب كلها فرحانين، وإحنا زي أخونا الثاني برضه إحنا فرحانين، فبيت ورد مبروك تمام بخير. الله يبارك.
مبروك. We'll be right back.
شرف يا شباب. عباية داود بشارة أول سلحة مشاركة. تحية لأحمد الوديدة. ياسر الوديدة.
العهد.
الاول. يلا بعد الانسداد على طرف المعازيم يحيونك يا داود جينا نغني ونغني ولعيونك يا داود وجينا نفرح ونغني داخلك يا ابو داود وبالله لا تبعد عني سمره محكوم اعدام وبين ضروعش خبيني يا سمره محكوم اعدام وبين ضروعش خبيني لو سألوا عن الشرطة والقول الولد بالحضني فوق 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 فوق
ياسمين داود عبيد ابو يوسف يا حبيبي عاشو دار عرب عاشو احمد عرب عيونك رقم غلوس اسمعين الله حيوه روح 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 سحر 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 سحر
ساحة 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 هاي هاي ها
طيب للي كل من تمرنا تمرنا نحب نسمع كلامك يا وطن من تمرنا من تمرنا تميل البصرة كلها من تمرنا ولك يا وطن شط العرب يا خذ تحية اللي حضنك لو صرت كلك شي جناجين اريد احكي اريد احكي من يصدق هالخرافات الك يا وطن حب السوالف عالسلاطين يا ابو الخير يا ابو الخير يا ابو الخير انت تفيد غيرات على الجيران على الجيران وعيالك مساجين عيالك مساجين سيء وعيني السيء يلا يا العبيدية أنا شقيلت يا داود انت زعلت علي أنا شقيلت يا عيوني يلا شباب الجبي فضل الساحة الكل عالجبي يلا حي يحنوا له
خيرهم كثر الله خيرهم يخلف عليهم كثر الله خيرهم والمعازف غيرهم العبيد غيركم ولا يعجبنا بكرة الزفة الساعة 5:30 في منزل سيد العريس أبو محمود ألف مبروك